Hazreti Muhammed Mustafa, İslamiyet'in peygamberi, peygamberimiz bugün dirilip gelse, bir parti kursa, Erdoğan'dan daha yüksek oy alamaz. يُدْمِنُونَ لِتِجَارَ بِالدِّينِ وَيُوَظِّفُونَهُ حَسْبَ أَهْوَائِهِمْ وَأَغْرَاضِهِمْ بالصورة البراغماتية التي تجعلهم يرون من يؤيد اقتصاد بلادهم كمن يدعم الإسلام، ومن يهاجم اقتصادهم كمن ارتكب كبيرة وجرما لا يغتفر. هؤلاء هم المستتركون الجدد، وهذا هو زعيمهم الذي علمهم التقية. ekonomimize yönelik saldırının doğrudan ezanımıza ve bayrağımıza yönelik saldırılardan hiçbir farkı yoktur. يتاجرون بكل شيء بالدين، بالقضايا المصيرية للأمة كفلسطين وقضايا اللاجئين، ثم يدفنون رؤوسهم في الرمال حين يواجهون بحقيقتهم العارية. Çünkü Batılı için Müslüman Türktür, aynı şekilde Türk Müslümandır. ها هو مستشار أردوغان الإعلامي ياسين أقطاي يردد ما يقوله ويؤمن به ولي نعمته زعيم الحزب الإخواني الحاكم في أنقرة، حين يعترف بأن من يريد أن يزني في بلاده فليزني، فليس في الحقوق التركية المنع أو التحريم للزنا أو الدعارة. لا أريد أن أمنع الناس من يريد أن الحرية هي أساس. أول أنا برأيي المبدأ الإسلامي هو الحرية، من يريد أن يشرب فليشرب، يعني لا نستطيع أن. لكن الرسول لم يفعل ذلك. الرسول يفعل على المسلمين، ينصح المسلمين لا تشربوا ولا تزنوا إلى آخره. لا تزنوا إلى آخره، ولكن لو يزني، يعني ليس في الحقوق التركية أن نفرض على الكل. ماذا تنتظرون ممن يتاجرون بالدين؟ من يوظفون حياتهم بالكامل لإعلاء كلمة الباطل ووأد الحقيقة الجلية ونصرة المستعمر الغازي على جثث وأشلاء المسلمين الأبرياء في ليبيا وسوريا والعراق، ثم يأتي بعد ذلك كله من يرى فيه الخليفة المنتظر.